ناخد النهارده البره فين بقى؟ لحد ما وقفنا عند نهاية الايه؟ الانفرايد. ناخد النهارده من بداية البره فين بقى؟ زي ما قلنا لما بنيجي نعرف اي مدرب من الحاجات بتاعتنا بنعرفها حسب اول سلايد شفناها في اول مره. ايه يا عم عندي؟ الو سامعين؟ اه يا دكتور، سامعين حضرتك. سامعين يا دكتور. اه لا حضرتك تمام. عندي انا بيقول لي انتوا سامعين، ما اعرفش ليه. قلنا لما بنيجي نتكلم عن اي مدرب من الحاجات بتاعتنا بنعرفها حسب السكيم اللي كانت في اول سلايد، اللي هي نوعها ايه، هيت ولا كولد ولا كهرباء، ولو كانت هيت يبقى سوبرفيشال ولا ديب، ولو سوبرفيشال يبقى ويت ولا دراي. لما نتكلم عن بارافين باث نقول ده سوبرفيشال ويت هيت. طبعا شكل الجهاز عارفينه طبعا كويس. تمام؟ بيقول البارافين اسمه بارافين واكس، بارافين واكس باث اختصاره بي دبليو بي، بي تقيله دبليو بي خفيفه، بي دبليو بي. It's an application of the molten paraffin wax in the body part. معلش كان في مشكلة عندي في الصوت كده، سامعين كويس؟ اه كده احسن، كده اتحسن. تمام. معاك كده؟ فبنقول هنقفل بس البتاع دي. بارافين واكس باث ثيرابي از ان ابلكيشن اوف مولتن بارافين، يعني البارافين المنصهر اون ذا بودي بارت. انا بصب او بابلاي مولتن بارافين، البارافين المنصهر على اجزاء من هيك بس. It is one of the most convenient and effective method of applying heat to the skin. دي من اسهل واحسن الطرق واكثر الطرق انتشارا، وهنشوف بعد شويه ان ممكن العيان يعملها في البيت، مش لازم يكون موجود في مركز علاج طبيعي. ل application of heat on the skin. The temperature of the paraffin wax is maintained at 47 ل 55. درجة حرارة انصهار الواكس بتصل من 47 ل 55. الدرجة دي كافية تماما لحرق الجسم، وبالتالي احنا لازم بنقللها شويه. لو انا حطيت البارافين زي يعني ما جاي من المصنع بتاعه وحطيته على السكين هيعمل لي بيرن على طول، لان درجه الحراره 55 دي كافيه تماما لحرق الجسم، وبالتالي مش هينفع ان انا ابلاي ذس بالطريقه بتاعتي دي. فبنعمل ايه؟ If the molten wax at 55 degrees centigrade and is good on the body part, it may cause burn over the body tissue, which is why some impurity is added to lower down its melting point such as liquid paraffin or mineral oil. يبقى احنا بنحط على البارافين واكس يا اما ليكويد بارافين سائل، يا اما مينرال اويل اللي هو احنا بيعملها على عندنا في الخس، بيجيب بارافين ويحط عليه زيت بارافين او يحط عليه مينرال اويل عشان يقلل درجه انصهار البارافين، بدل ما هي 55 يخليها مثلا 43 44 درجه حراره ما تؤديش الى بيرن على السكين. The combination of the wax and the mineral oil has low specific heat, which enhances the patient's ability to tolerate heat from the wax better than from water of the same temperature. يعني ايه الكلام المجعلص ده؟ في حاجه اسمها الحراره النوعيه specific heat. الحراره النوعيه هي كميه الطاقه الحراريه اللي بتنتقل من مكان لمكان مع اختلاف درجه الحراره. خدناها في الكهرباء لو فاكرين حاجه زيها، في حاجه اسمها فرق الجهد وفي حاجه اسمها شده التيار. فرق الجهد اللي هو فرق الشحنه الكهربائيه بين النقطتين، لكن شده التيار كميه الكهرباء اللي هتعدي بين النقطتين. فنفس الكلام
specific heat هي كمية الطاقة الحرارية اللي هتنتقل من حتة العالية لحتة الواطية. الشمع ليه low specific heat بالمقارنة بالمية، وبالتالي لو أنا جبت مية درجتها 45 ممكن تحرق الجسم لأنها بتديله كمية كبيرة من الطاقة الحرارية. لو جبت الشمع بدرجة حرارة 45 برضو لا مش هيحرقه. ليه؟ لأنه هنا بيديله كمية أقل من الحرارة مع إن درجة الحرارة هي نفسها. يعني فرق درجة الحرارة اللي دي 37 ودي 45 فرق 8 درجات مثلا، لكن كمية الطاقة اللي هتدخل الجسم هتبقى أقل، وبالتالي الجسم كان توليريت درجات حرارة أعلى من لو اديتها له على هيئة مية. ودي فكرتي أنا بدي أصلا الشمع في بعض الحاجات rather than water. The composition of الواكس للبارافين يا إما بقسمها 7 3 1 7 واكس 3 بارافين اويل او بارافين ليكويد و3 مينرال اويل، او واكس البارافين ب7 ل1 او واكس المينرال اويل 7 ل1 حسب يعني ايه حسب المانيفاكتشر نفسه بتاع البارافين بيقول لك ايه. احنا عندنا في عند فوق بيعملها غالبا 3 ل1 او 2 ل1، احنا عندنا اصلا البارافين ما بيجيش بيورد، يعني هو اصلا بيجي ام بيورد من الاول. يعني الكويت بتاعت البارافين عندنا مش زي بتاعت الجماعه الاجانب، بتيجي عندنا اوحش، وده بيوفر علينا في ان احنا لما نيجي حط عليه الاويل بيسيح اسرع. The mode of the transmission of heat from paraffin to the patient is by conduction. فاكرين طرق ال transmission of heat اللي قلناها قبل كده ولا مش فاكرينها؟ فاكرين. قلنا conduction, convection, radiation, وايه؟ وconversion. فدي conduction اللي هي ايه؟ انتقال الحرارة من الجزء الاسخن للجزء الابرد without true movement of ايه؟ موليكيولز. مفيش حركه، الواكس ما بيتحركش على ايه على جسم الانسان، بيفضل ثابت وبينقل الحراره منه للتيشو. غير الميه مثلا، الميه بتتنقل بالكونفكشن. تمام كده؟ تمام. كاركترستكس اوف واكس، ايه خصائص الواكس اللي احنا بتخلينا نستخدمه في العلاج الطبيعي؟ نمره واحد قلنا اللي هو ثيرمال كونتاكتيفيتي، توصيله للحراره بيبقى ضعيف في الميه فقط. جيفز اوف هيت فيري سلولي، هو الفكره انه الميه بتبقى بتسخن بسرعه وبتبرد بسرعه. الشمع بيسخن ببطء وبيبرد ببطء. انا لو حطيت مثلا كمادات سخنه على رجل العيان او على دراع العيان ممكن تخلال دقيقتين ثلاثه لو هتبرد، خصوصا لو برد حواليه. لكن نفس الحراره لو اديتها للعيان على هيئه واكس هقدر احطها عليه اكتر من كده بكتير، لانه بيفقد الحراره ببطء، هو بيكتسبها ببطء وبيفقدها ببطء نتيجه ان هو عنده لو ثيرمال كونتاكتيفيتي، توصيله للحراره بطيء او ضعيف. ميلتنج بوينت طبعا 45، لما انا بخليه امبيورد بخليه من 45 ل 48 في حدود الجامعه. It is self-insulating. يعني إيه self-insulating؟ هو بيعزل الحرارة عن نفسه. وبالتالي أنا بحط كذا طبقة فوق بعض من الواكس، بخلي العيل يحط إيده ويطلعها كذا مرة مثلا في الواكس، فكل مرة بيعمل طبقة من الواكس على إيده، كل طبقة بتعزل الحرارة عن اللي تحتيها. فبالتالي بالطريقة دي الطبقة الأولانية خالص اللي فوق هي دي اللي exposed للإير، هي دي اللي هتبرد بسرعة، اللي وراها معزولة بالطبقة الأولانية، والطبقة التالتة معزولة بالطبقة التانية والأولى، وهكذا. الطبقه اللي واصله للسكن بقى في فوقها مثلا 3 4 طبقات، وبالتالي هيبقى فقدانها للحراره بطيء جدا 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 جدا. ليه؟ لان الفيرست لاير كرييتس ا ثين لاير اوف اير نيكست تو ذا سكن ويتش اكت از ان انسيوليتور، عازل للحراره. بعد كده بنقول طبعا البارتس اوف بارت من بارت مش هنحكي فيها كتير، يعني عندي جنب كله بصراحه مش مهم قوي، سيبوا كل الكلام ده مش مهم برضه، ما حدش بيسالكم فيها، انت بتقول لها وهم عندنا physiological effects of paraffin wax bath. نمرة واحد heat production، طبعا انا بدي اصلا كمودالتي of heat، يبقى ده بيبقى market increase in the skin temperature in the first 2 minutes، بيزيد درجة حرارة في السكن من 12 ل 13 ديجري في اول دقيقتين، وبعد بتنزل الى 8 درجات عند اخر نص ساعة اللي هي تقريبا مدة الجلسة. لو قعدنا درجة حرارة في السكن 37 بتوصل في اول دقيقتين ل 49 50 تمام، وبعدها بتنزل الى 45 تقريبا، فبتكون النت او نهايه الجلسه بتكون درجه حراره السكن ارتفعت حوالي 8 درجات، ده على مستوى السكن ابيديرمس اند ديرمس. In the subcutaneous fascia there is an increase of 5 degrees at the end of the treatment. يبقى عند the end of the treatment السكن ارتفعت درجه حرارته 8 درجات، ال subcutaneous fascia ارتفعت درجه حرارتها حوالي 5 درجات. Superficial muscle حوالي 2 ل 3 درجات ارتفاع فقط، يبقى احنا الارتفاع اللي بيحصل هنا عند السكن ابيديرمس ديرمس تبقى اكثر تسخين ب 12 درجه في اول الجلسه الى 8 درجات في اخر الجلسه. السبتينيس فاشيا بتبقى 5 درجات، والسوبرفيشال ماسلز في 3 درجات.
ده اول حاجه اسمه هيتنج افكت. التاني اسمه سيركيوليتنج افكت، تاثير على الجهاز الدوري. بيقول ستيميوليشن اوف سوبرفيشال كابيلرز اند ارتريولز كوز لوكال هايبريميا اند ريفلكس. زي بالظبط بتاعت مين؟ خدناها امبارح اول امبارح زي انفراريد نفس الفكره بالظبط، بس بتعمل ايه؟ بتعمل ريفلكس هايبريميا وبالدايتيشن. This is marked only in the region of the skin. تمام؟ يبقى هنا الهايبريميا تبقى ماركت، تبقى موجوده على الحته اللي فيها ابلكيشن بتاع الشمع بس، ودي بتبقى يعني ما لهاش كاركترستك محدوده يعني، ومفيش سؤال عليها بيجي ايه الفرق بينها وبين الهايبريميا بتاعت مثلا الالترا فايولت زي ما قلنا في الانفراريد، لانها تبقى لوكاليزد على المكان اللي فيه الشمع بس، ومجرد ما بشيل الشمع بتختفي بعدها بدقايق يعني، ما هياش حاجه تاخد وقت طويل. هايبريميا از ديوت ريسبونس اوف ذا كين تو ذا فانكشن اوف بيتر بيون. طبعا ماشي. The effect of blood diffusion in the muscle are negligible, but then maybe some reflex heating in the joints. يعني تأثير البلد على deep tissue بيبقى قليل جدا. Skin atrophy tissue temperature drop after 15 to 20 minutes بعد ايه؟ بعد الجلسة، وبالتالي بتقلل البلد diffusion والهايبريميا. Exercise after the wax is essential. هنا مهمة جدا، بعد العيان ما ياخد الجلسة ما يدخل الجلسة ويروح، حتى راح هيابلاي الواكس في البيت، لازم بعد ما ياخد الواكس يتحرك، لان هو هنا انا عندي شويه هايبريميا وشويه انكريز ميتابوليزم على مستوى السوبرفيشال ماسلز وعلى مستوى السكوتينيا سبيشال، فلازم استغل الحكايه دي بان اخلي العيان ده يتحرك. انا دي طبعا هنشوف بعد شويه معظم الحاجات اللي بديها يا اما في حاله المصري سباز او في حاله الستيفنس. المهم جدا ان انا امرن العضلات بعد ما ياخد الجلسه عشان استفدت من الهايبريميا اللي حصلت ومن البلد دايكريشن اللي حصل. بعد كده انالجيزك افكت، برضه بيعمل انالجيزيا. ازاي؟ The most important effect of wax is marked sedative effect on the skin. عن طريق sedative effect زي مين؟ زي بتاع الافراد اللي بيعمل sedation شويه عليها على النيرف. The moist heat remarkable soothing of the patient. It is this effect that you deprive to exercise. برضه لما بيعمل شويه انالجيزيا برضه هيشجع لي العيان لو عنده مشكله مثلا في joints، superficial joint مثلا الجوينت اللي هي الصفحيه اللي من بره يعني، او muscle spasm او stiffness. فبيفيدني قوي ان انا بعمل انالجيزيا، فبيخليه ايه؟ يقدر يتحرك اكتر، بيفيدني حاجتين، بيعمل هايبريميا وبيعمل برضه ايه؟ بيعمل انالجيزيا، فيخلي العيان اكثر قدره ان يعمل اكسرسايز. It is very comfortable for the patient. Stretching effect ده التاثير الرابع وده المهم، وده السبب ان انا بستخدمه في حالات الستيفنس وحالات ال بوست كاستنج مثلا الستيفنس وحاجات دي. لان ليه؟ Stretching effect. Wax leave the skin moist, soft and pliable. بيسيب السكن قابل اكتر لايه؟ للتاني والفرد عن الايه؟ عن قبل الجلسه. This is useful for stretching scar and adhesion before applying mobilization techniques. عند اي حاجه بيلزق بقى، عنده scar، عنده adhesions، عنده stiffness في الجوينت، كل الحاجات دي indication ان انا اديه بارفن باس ان بيعمل stretching effect. يبقى نقول تاني ايه هي the effects of بارفن باس؟ نمره واحد heating، نمره اثنين circulatory effect hyperemia and mobilization، نمره ثلاثه analgesic due to الايه؟ effect، نمره اربعه stretching effect. indications بقى ممكن نتوقعها من غير ما نذاكر يعني. pain and muscle spasm. Wax reduces the pain and the muscle spasm. Edema and inflammation. لأنها بتعمل the gentle heat reduce post traumatic swelling, reduce post traumatic swelling of the hand and feet, and also swelling in the hand affected by rheumatoid arthritis or degenerative joint disease, particularly in the subacute and early chronic state of inflammation. وناخد بالنا هنا إن أنا بعالج edema و inflammation لما يكون mild to moderate. لكن لو ماركت edema لا مش هينفع. ليه؟ ماركت edema هتعمل compression اللي هي نفسها. هتعمل compression على the veins. فلما اعمل انا هايبريميا انا هفتح الارتري ومش هقدر افتح الفينز لانها مضغوطه بالقديمه، يبقى انا عملت ايه؟ زودت الفلو وقللت ايه؟ زودت الفلو ان وقللت الفلو اوت، يبقى انا زودت قديمه مش قللتها. فهمنا الفرق ولا لسه؟ الو ايوه يا دكتور احمد، ايوه مع حضرتك. فهمت الحته دي؟ انا هنا في حته مهمه، انا بعالج القديمه لما تكون مايل تو مودريت بالبارفين وكس، لكن لو القديمه ماركت كونترا انديكيتد ان انا اديها بارفين. ليه؟ لو القديمه ماركت القديمه نفسها او الفيوجن الجامد ده او القديمه الجامده دي او الانفلاميشن الجامد ده ممكن يعمل لي كومبريشن على الفينز فيقلل الفينس ريتيرن. فلو انا عملت هايبريميا بالبارفين واكس او باي طريقه للتسخين انا بزود الايه؟ الارتيريا بلاد فلو وبقلل الفينس ريتيرن لان هو اصلا مش هقدر ازوده لانه اصلا مقفول عليه. يبقى انا كل اللي عملته ان انا زودت الفلويد اللي جوه التيشوز وبالتالي زودت القديمه وزودت الايه؟ الانفلاميشن او الفيوجن الموجود. لكن لو هي مايل تو مودريت يبقى الاثنين مفتوحين عندي، البلد فلو مفتوح الارتيريال والفينس ريتيرن برضه مفتوح. فانا هنا عن طريق ان انا بشغل المسل وبعمل مور ستريتشنج للتيشرز والمسل واكسرسايز للمسل بعد الجلسه، فانا هنا بخلي بعمل بامبنج لايه؟ للويست برودكت بتاعت الانفلاميشن او بتاعت القديمه والافيوجن. يبقى هنا نفرق كتير، لو هي مايل تو مودريت
ينفع اديها بارافين، ودي واحده من الانديكيشنز تو يوز البارافين. لو هي ماركت قديمه دي كونترا انديكيشن ان ادي اي هيت عموما يعني مش بس البارافين، ما ينفعش اديها لا انفراريد ولا بارافين ولا اي حاجه لو هي فيها ماركت قديمه. ادهيزنز وسكارز دي اهم انديكيشن في رايي، اهم حتى من البين واهم من القديمه. هي احنا بنستخدمها اساسا في الادهيزنز والسكارز والستيفنس واي حاجه بنلزقها ببعضها. Wax softens the adhesions and the scar in the skin and thus facilitate the mobilization and stretching of stretching procedures. Contra indications: impaired skin sensation. طبعا دي مع اي هيت لو العيان ما بيحسش بالحراره وبيبقى عنده مشكله في السكن سنسيشن، عيان مثلا دايابيتك وادفانسد وعنده مشكله دايابيتك فوت او دايابيتك هاند ومش حاسس بالحراره والبروده، لا ما ينفعش اديله اي حاجه فيها هيت لانه ممكن يتحرق بسهوله من غير ما يحس. Some dermatological conditions زي مين؟ زي الاكزيما، الاثليتس فوت اند الديرماتيتس. Any dermatological conditions which appear after treatment must be reported. أي حاجة لو عندك جلسة فيها بيبقى عندهم حساسية وفيها إكزيما وأرتكاليا بعد الجلسة، عندهم حساسية من مادة البارافين نفسها، فلو حصل زي كده يبقى وقف الجلسات ومش هكملها. Secretory dysfunctions طبعا وعيان عنده arterial insufficiency ما ينفعش أديله زي ما ينفعش أديله أي heating، نفس الفكرة. زي بريكوزبين، deep venous thrombosis، arterial disease، كل الحاجات دي ما ينفعش أديهم أي heating procedures. دول أهم داتا، دول أهم داتا ما ينفعش أبدا. Embedded skin sensation, dermatological conditions, and security disruptions. اللي بعد كده يعني اللي نحفظه بيه كويس. Analgesic drugs. بيقول لك if patients are taking strong narcotics يعني بياخد مثلا ترامادول بياخد مورفين ما ينفعش اديله heating بالبارافين. دي نفس الفكره بتاعت السنسيشن انه ممكن يتحرق من غير ما يحس. هنا بيقول لك ان القصه كده ايه؟ ممكن ما تبقاش كونترا انديكيشن 100%، ممكن تبقى بريكوشن لو عندك مضطر ياخدها ومضطر ياخد الجلسه، ممكن ما تديهوش الجلسه على طول بعد الايه؟ بعد ما ياخد ترامادول او ياخد الايه؟ الدرج اللي بياخده. انفكشنز اند اوبن وونز طبعا دي كونترا انديكيشن تماما ان انا اديك بارافين واكس، لان دي حاجه ابلايد دايركت على السكين، ولو السكين مش هيلثي مشكله كبيره. هيت ويل انكريز ذا انفكتيف اكتيفيتي. احنا اخدنا المره اللي فاتت في الانفرا ريد اللي ممكن نستخدمه ساعات في علاج الوند، صح؟ صح ولا لا؟ ايوه. يبقى لو انا عندي عيال عنده السكن مش هيلثي قوي، في شويه انفكشن، في اوبن وونز، في حاجات زي كده، ممكن ادي له انفرا ريد في الاول طبعا ويت بريكوشن لغايه لما يخف خالص، وبعد كده ادي له البارافين براحتي زي ما انا عايز. لكن ما ينفعش ادي بارافين على سكن مش هيلثي. كانسر وتي بي طبعا لان هيعمل فلير اب للكانسر وفلير اب للتي بي. ان ذا اريا تو بي تريتد هيت باي انكريزنج ذا ميتابوليك ريت ما انكريز ذا ريت اوف جروث اند سبريد اوف ذا ديزيز سواء كان كانسر او تي بي. الكلام ده على الاريا اللي تريتد بس، يعني لو عيان عنده تي بي، تي بي مش مثلا في اللنج، ممكن اديه على رجله او على ايده بعيد عن اللنج. لو عيان عنده كانسر مثلا كولون، ينفع اديله على رجليه مثلا عادي بعيد عن ايه، لكن ما اديهوش جلسه على الابدومين مثلا. فاهمين؟ يعني هنا الكونت اديكيشن دي على الاريا اللي تريتد بس. تمام. بروس اديما قلناها من شويه. الاديما لو هي مايلد تو مودريت دي انديكيشن ان انا اديه بارافين. لو ماركت اديما كونترا انديكيتد ان انا اديله بارافين. يديك في الامتحان يقول لك ايه جروس اديما انديكيشن اوف، لا دي كونترا انديكيشن لان هنا بيحصل ايه سكن ما بيدمش طبعا، لان ممكن ايه وممكن يحصل انكريز للاديما طبعا. لاك اوف كومبريهنشن، مفيش تواصل كويس بين المريض وبين الدكتور، اما ان المريض ده صغير خالص مش فاهم كلامي، او سيمي كوماتوز مثلا مش في وعيه، او بيتكلم لغه ثانيه مثلا هو مثلا ياباني ولا مصري. Patient who cannot understand the nature of the treatment and comprehend the potential danger, for example, children, very old patients, or other nationalities. نمرة 9 Deep X-ray therapy. في ناس بتاخد الإكس-ray كعلاج، بيستخدم في علاج بعض أنواع الكانسر، نوع من أنواع الراديو ثيرابي بيبقى Deep X-ray therapy. الناس اللي بياخد Deep X-ray therapy ما ينفعش ياخدوا جلسات لمدة 3 شهور بإيه؟ بالبارافين بس، اللي بيبقى عندهم Impaired Skin Sensation. acute injury or inflammation ما ينفعش دي في حالات acute ولا recurrent ولا recent او potential hemorrhage. دول كلهم contraindications. precautions لو عيل عنده cardiac insufficiency عنده مشكله في الكارديك اوتبوت، فانا هنا لما هزوده ميتابوليك ريت، بس ده مش زي الانفراريد، الانفراريد اكتر في الحكايه دي. يعني هنا بارك بس لحد كبير بيبقى تاثير لوكاليز بعد مكان بس. يعني قلنا امبارح الانفراريد بيسخن الجسم كله. لحد ما البارافين ما بيسخنش الجسم كله زي الانفراريد. تاثيره على الكارديك انسفيشنسي بيبقى بريكوشن مش كونتر انديكيشن. حاجه ثانيه ميتال ان ذا اريا، لو عيان مركب شريحه نفس القصه، هتقولي لي ما دي سوبرفيشال هيت، اما انا عيان مركب شريحه مثلا على فيمر من جوه خالص وانا بديله على الثاي من بره، ايه علاقه الثاي من بره للسكن من بره بالعود القهوه؟ نظريا مش هيوصل، بس بريكوشن يفضل ان انا ما احطلوش هيت حتى لو كان سوبرفيشال.
طبعا لو ديب هيت، لو الترا ساوند، لو ليزر كولتر انديكيتد تماما ان اديله هو مركب بليت او مركب اي حاجه ميتال على البون. لكن لو هو مركب بون ميتال وهديله بس ما فيش دي بريكوشن، ممكن اديله بس اخد بالي كويس قوي ان انا ما يبقاش الدنيا اولا بديها بوقت صغير، ثانيا باخد بالي ان ما يحصلوش اي مشاكل اي بيرن اي حاجه. تمام تمام ايه بقى مزايا البارفن واكس؟ لوز سبيسيفيك قلناها من شويه، الله فور ابلكيشن ان هاير تمبريتشر ذان ووتر وذاوت ذا ريسك اوف بيرن. نمره 2 لو ثيرمال كوندكتيفيتي، ان هو بيسخن ببطء خالص ويبرد ببطء خالص، وبالتالي بقى احطه على ايه؟ على التيشو واسيبه وانا مطمن ان هو مش هيبرد معايا مع الوقت. مولتنج ستيت ان هو في حاله سائله، فبقدر اشكله على شكل ايه؟ ان اقدر ابلاي على فينجرز وعلى تود وعلى اي حته يعني. لان هو بيبقى في حاله سائله. فيرست ديب تراب اير اند موست انت هتعمل انسوليشن، قلناها من شويه ان كل طبقه بتعمل انسوليشن عازل للطبقه اللي تحتيها. وبالتالي اخر طبقه من تحت اللي هي الثيرابوتيك لاير بتبقى معزوله عن الاير بكذا طبقه من فوق. وده بيخليها تحتفظ بالحراره في اطول وقت ممكن. الاويل نفسه بيزود المويستشر الرطوبه او الايه او الليونه في السكن. واكس ريمينز ماليبل افتر ريموفال، الواكس ده يبقى استخدامه مره ثانيه وثالثه ورابعه، ما بيترميش بعد الجلسه، ده ممكن بعد ما يخلص بياخد الواكس ده يرجعه ثاني في الكونتينر بتاعه ويستخدمه مره ثانيه وثالثه وهكذا. وبالتالي هو حاجه تشيب وريوزابل ويعني الريسايكلينج فيه عالي جدا. كومفورتبل طبعا مويست هيت. Relative inexpensive طبعا حاجة cheap جدا. It can be carried out at home for the chronic sufferers، عيان ممكن ياخدوا يتعلموا في البيت، عيان عندنا بيجيبوا عند العطار ومعروف جدا يعني اسمه شمع البرافين، بيجيبوا شمع البرافين وزيت البرافين ويخلطوه عندهم الاثنين لواحد ويحطوه في البيت عادي، واحنا ممكن نوصفه للعيان يعملوا عنده في البيت. Useful for patients with poor heat tolerance، العيانين اللي ما عندهمش قدرة على تحمل المية السخنة يقدروا بسهولة يتحملوا واكس سخن بنفس درجة الحرارة. 2-3 patients can be treated at the same time. لو انا عندي مثلا نيرس واحده او فيزيوثيرابيست واحد اقدر اخليه يتعامل مع ده 4 عيانين في وقت واحد. على عكس مثلا الصناعه لازم كل عيان قدام واحد شغال معاه، لان هو الراجل بتاع الفيزيوثيرابي بيبقى ماسك الصناعه وشغال بيدي الجلسه بايده. فمش هينفع طبعا اطلع اشد اي هنطلع بعد اللي بيقفل علينا يا جماعه هندخل ثاني ماشي؟ تمام. يبقى 2-3 patients ممكن يشغلهم نفس الايه؟ نفس الفيزيوثيرابيست at the same time. دي كلها مزايا الايه البرافين. ايه بقى مشاكل البرافين؟ نمره 1 effective only for distal extremity in the term of case of easy publication. هل ينفع ابلاي البرافين على الباك؟ هحكم ازاي على الباك؟ ينفع احطه على الباك ولا ما ينفعش؟ صعب. ينفع احطه على الابدومين؟ صعب قوي برضه. صعب برضه. ينفع احطه على الشيست؟ لا. على الهيد ونك؟ لا هو بينفع بس في الدريفري، هو على الشولدر والهيب يعني مع استحياء، لكن هو اكتر على الني البو فوت انكل هاند ريست. نمره 2 نو ميثود اوف تمبريتشر كنترول وانس ابلايد. افترض ان انا حطيت الجهاز حطيت الشمع على ايد العيان وبعدها قال لي يا دكتور الشمع ده سخن قوي ده حرقني، هل في طريقه ان انا ابرده؟ لا يعني مثلا الانفراريد لا، لو قال لي سخن عليا ببعد الجهاز شويه. أوه. لا مش حاسس بيه اقراه شويه، لكن ده لو قال لي مش حاسس بحاجه مش هقدر اسخنه، ولو قال لي سخن قوي مش هقدر ابرده. فهنا دي مشكله ان هو مجرد ما حطيته لو حصل منه اي مشكله سخن او وارد فاضطر افكه خالص واحط ثاني. سيديمنتيشن اوكي ات ذا بوتوم، ان انا لو سبته شويه بتلاقي الجهاز نفسه بتاع الكونتينر بتاع البرافين اتفصلوا من بعض الزيت من الايه من الواكس، الواكس اترسب من تحت والزيت طلع من فوق، بتلاقوا علاقه فوق انت لو فاكرين او لو بتابعوا علاقه فوق ماسك عصايه كده خزعبليه وعمال يقلب فيها الجهاز فوق يعني. كل يوم اول ما يشتغل الصبح كده يروح مسخن الجهاز ويقعد يقلب، بيتقلب ايه يا علاء؟ بيقلب الايه الوقت عشان يرجعه تاني يتخلط في مين؟ في الاويل. تبقى باسيف تريتمنت، دي مش اكتف تريتمنت، دي حاجه باسيف، هي بتسخن التشوز بتسخن السكن بتسخن السوبرفيشال باسز، لكنها ما بتحافظش لا على مصر باور ولا بتعمل اكسرسايز ولا بتعمل اي حاجه، وبالتالي لابد بعديها على طول ايه يتعمل اكسرسايز، وما ينفعش يتعمل غير بعدها، ما ينفعش اكسرسايز يتعمل في نفس اللحظه والا اللي هبوظ الايه اللي هو الشمع. العين لو قعد يحرك ايده ولا حرك رجله وهو حاطط الشمع هو كده بيقطع شمعه هيبوظه. ده بس must be cleaned regularly and emptied at least twice a year. طبعا ده كلام تحشيش يعني، بيقول لك ان الجهاز
اللي هو الكونتينر نفسه ده بيتفضى مرتين في السنه ويتغسل كويس عشان الايه السيديمنتيشن والتكسير اللي يحصل عليه ده كده. احنا مش فاهم قوي الكلام ده. كونتمنيشن اوف اويل اوكير باي اتموسفيريك داست يقول لك انه ايه الاويل نفسه بيحصل بعد شويه ايه تلوث بالغبار اللي من الجو، بتلاقي بعد شويه الاويل بدا ما كان يعني شفاف كده ولونه حلو كده بدا لونه يغمق لانه خد داست من الاير. يعني الكلام برضه ايه القسم بتوع البيئه اكتر يفهموا فيها الحكايه دي. حاجه بعد كده it also both environmental concerns regarding its disposal. نفس القصه بعد ما هخلص خلص بعد ما لونه غير وادم وبقى مش افكتيف قوي كفيزيوثيرابي انا هضطر ارميه. طب هرميه طب هيبوظ لي البيئه اكتر كده ايه من الحاجات دي. يعني تكنيكس او ابلكيشن، في عندنا خمسه تكنيك اساسيه في ان انا ازاي بحط الايه البارفين على جسم العيان. اول طريقه اسمها بورينج ميثود. بورينج ميثود انا بقى ايه ان ذيس ميثود ذا بارت it was written over a large bowl or on top of tank itself and the molten wax is directly poured by a mug or utensil it like by a mug يعني mug on the bar to be treated. بخلي ايد العيان فوق الجهاز كده واجيب mug من جوه الكونتينر واكب على ايد العيان، فشويه هيلدعوا في ايد العيان وشويه الباقي هيرجعوا تاني للايه للكونتينر. دي اسمها بورينج ميثود. بصب عليه صب مباشر الايه الواكس. The wax is allowed to solidify بسيبه لغايه لما ينشف عارف معين، وممكن اعمل من 4 ل 6 لير بالطريقه دي. بعد طبعا بلفه بطاول او فوطه او هي الحته القماش اللي بلفها بيه دي وبسيبه ب 10 20 مينت. دي اول طريقه. الطريقه الثانيه اسمها براشنج او بيلدنج. دي بجيب فرشه براشنج يعني بجيب فرشه الاسنان او دي فرشه بتاعت النقاشين دي. If the part cannot be immersed in wax العيان ما اقدرش ادخل حته دي في شولدر مثلا او ايلبو او ني، صعب اخلي عيني يدخل ركبته جوه الجهاز او يدخل كتفه جوه الجهاز ولا او ايده ممكن يدخلها عادي لكن لو كتفه او ركبته مش هينفع يدخلها. فانا بعمل ايه؟ بجيب بينت براش فرشه تلوين او فرشه نقاشه واحطها في الجهاز واقعد اعمل له ايه؟ بينتنج او براشنج. دي بستخدمها في اماكن زي الهيب والني والقلب والشولدر. ديس ميثود برضه بعمل ايه؟ من 5 من 8 ل 10 كوتس اوف واكس وبسيبها كده تقول في نفس القصه. طريقة اسمها ديب اند اميرس وديب اند ليف. This method of application provides some what vigorous heating commonly used for the distal part of extremities such as hand and feet. ايه بقى الطريقة دي؟ The body part is treated by dipped 3 to 4 times to form a thin coat and then left immersed in paraffin wax for 20 to 30 minutes. يعني ايه الكلام ده؟ هنا انا بعمل حاجة اسمها ديب واميرس وديب وليف، يعني بخلي العيان يحط ايده جوه الجهاز يطلعها يحطها ويطلعها يحطها ويطلعها وبعد كده اسيبه لك جوه الجهاز، اسيبه جوه الجهاز لمده 20 دقيقه. يبقى دي اسمها بيجرس هيتنج، يعني انا بسخن بشكل كبير قوي. اثنج لاك اوف سوليد في النوكس فورمت سلو تهيت كونكشن. يبقى يدخل ايده ويطلعها كذا مره، دي اسمها ديب اميرس اند ديب ليف. الطريقه اللي بعد كده اسمها بيقول لك ذيس ميثود از مور افكتيف ان ريدنج ديفيشن بات بليس ذا بيشنت ات جريتر ريسك اوف بيرن، لان هو ايه؟ يدخل ايده مباشره جوه الجهاز. Use of immersion method require cooperation and tolerance of the patient. This method doesn't allow for elevation of the body part being treated and increase in edema may occur. Care should be taken to ensure that the patient is in comfortable position during the treatment. دي ما تنفعش غير في حته العين ده يعملها وهو كومفورتبل. ما ينفعش اقول له دخل كوعك او دخل كتفك جوه الجهاز هتبقى very difficult to the patient. ما تنفعش زي ما قلنا غير مع الهاند ومع الايه ومع الفيد. With immersion method the temperature elevation of body اكتر من الايه من الطرق العاديه الدب العاديه بيضرب كتير. الطريقه بقى اسمها ديب اند دراب او لوج ميثود. دي شبه اللي فاتت ان انا بحط ايدي وفوق جوه كده كذا مره بس بيتبال جوه الجهاز. يبقى ديب الاولانيه ديب وامرس عم يدخل ايه ويطلعها كذا مره يعمل جلوف من ايه من الوقت وبعدين يحط ايده كلها جوه الجهاز ويسيبها جوه الجهاز من 10 20 منت. هنا ديب وراب ديب بيدخلها ويطلعها كذا مره وبعد كده بلف حواليها دوت، الف حواليها فوطه بعد ما ايه؟ بعد ما عمل ديب كذا مره جوه الجهاز. يبقى دي بتعمل مايل هيتنج عن الطريقه الايه؟ بتاعت الديب اند ميرس. ودي اكتر طريقه بستخدمها في الاكستريمتيز. دي كان بيوز فور اكستريمتيز هاند وريست وفيت وانكل. The therapist instructs the patient to dip the body part at the bath and then remove until the paraffin solidify and repeated من 8 ل 12 تايم until thin layer of adherent solid paraffin is formed. which covers the skin بعدين بحط عليه التاول عشان امنعه عن ايه عن حراره عن الجو الخارجي.
It is important to dip the bark briefly, otherwise the outer moist post coating is melted off and the thickness of the wax doesn't build. لو انا سبته قاعد كل مره بدخلها بسرعه تطلع بسرعه عشان الطبقه اللي انا حطيتها في المره اللي قبليها ما تسيحش. Dipping is repeated until the thick coat is formed, in other words at least 8 to 12 times. زي ما قلنا. Once the thick glove of wax is formed, the treated area should be wrapped first in plastic bag بحركه بلاستيك او جيت او الومنيوم فويل او رابد وذ اتاول تو اسيست ذا هيت برودكت. مهمه جدا طرق اللي هي استخدام البارافين الخمسه دول نبقى عارفينهم وفرق بينهم وبين بعض. بعد ما العيان بيدخل ايده كذا مره من 8 ل 12 مره في الجهاز بلف له الواكس ببلاستيك باج كيس بلاستيك مثلا او سيلوتيب او ورقه او الومنيوم فويل وبعدين بتاول فوطه عشان اساعد الهيت ريتنشن. If edema is concerned, the vein area may be elevated to above the level of the heart. لو عنده إديمة بعد ما اعمل الحكايه دي والف له ايده اخليه يرفع ايده في مستوى اعلى من مستوى الهارت عشان اساعد الفينس ريتين واساعد الايه الريموفال اوف إديمة. قلنا دي في حالات مايلد تو مودريت إديمة مش في حالات الماركت إديمة عشان ما نغلطش تاني. The effective duration برضه ال 15 ل 20 متر تقريبا نفس المتر في كل الطرق. طبعا كده مش يعني مهم مش مهم قوي انا بكلمكم حاجات مهمه يعني. اخر حاجه اسمها تاولينج او باندلينج. يبقى احنا قلنا اول طريقه اسمها بورينج، نمره اثنين براشنج او برينتنج، ثلاثه ديبو اميس، اربعه ديبو اندوراب، الخمسه تاولينج او باندلينج. الطريقه دي خمسه دي احنا بنتكلمها غالبا في القسم عندنا فوق لان احنا معظم حالاتنا بتبقى البو وتبقى ني ممكن تبقى شولدر. فالعين بيحصل ايه؟ هنا انا بدخل التاول نفسها الفوطه نفسها جوه الجهاز جوه الشمع يعني وخليها تتشبع خالص بالشمع وبعد كده الفها هي شخصيا حوالين ايد العيان او رجل العيان او ركبته او اي حاجه. A thin cloth or towel is immersed in the molten paraffin wax and then wrapped around the body part. Several layers can be made over the body part. This method is preferably used for treating proximal parts of the body زي like elbow, shoulder, hip. يعني هي لحد ما يعني ني مثلا. دي طبعا ايه الكير اوف ذا ابريتوس كلام طبعا ايه مش مهم قوي نقراه احنا هنعديه بسرعه. كيفيه الحفاظ على الجهاز كلام تحشيش انا مش فاهم لما نبقى عارفينه. كده احنا خلصنا البارافين بس. نتكلم بسرعه عن الكرايو ثيرابي موضوع مش كبير هناخده بسرعه دلوقتي عشان ايه نبقى خلصنا بالمره. فهمت حاجه في البارافين بس؟ اه تمام فهمنا. تمام. نيجي للكرايو ثيرابي. في حاجه اسمها البيسكس اوف هيت. ايه هي الهيت؟ هيت is a term used to describe the energy that matter can store in the form of electronic, atomic, or molecular motion. تعريف الهيت هي نوع من الطاقه، فورمه من الطاقه بتحتفظ بها الماده على هيئه حركه داخل الالكترونات والذرات والجزيئات. يبقى تعريف الحراره هي الطاقة المخزنة داخل المواد على هيئة حركة داخل الحركة على مستوى الجزيئات والذرات والالكترونات. كل ما الحركة كانت أكتر كل ما الحرارة بقت أكتر. إيه بقى الكولد؟ كولد مفيش طاقة اسمها ضغط الكولد. الكولد ده هو loss of heat ما عنديش طاقة الحرارة. يبقى الكولد ده عبارة عن نيجاتيف سنس. Negative condition depending on decrease in the amount of molecular vibration or molecular movement that constitute heat. The less the molecular motion, the less heat production, thus a sensation of cold results. عشان كده عندنا حد أدنى للحرارة لكن ما عندناش حد أقصى للحرارة. يعني إيه الكلام ده؟ اقصى درجه حراره ممكن اوصل لها كام ما نعرفش. ممكن توصل مليون ممكن توصل مليار ما نعرفش. طالما عندي طاقه هديها للماده الماده هتتشرب الطاقه دي هتزود حركه الجزيئات جواها هتبقى مور هيتنج يبقى درجه الحراره هتبقى اكتر. لكن درجه البروده انجاز التعبير انا ما اقدرش انزل درجه حراره اي ماده في الدنيا عن صفر كلفن. صفر كلفن يعني عارفين درجه كلفن؟ اللي هي سالب 273 مئوية. سالب 273. مفيش أي مادة في العالم كله تقدر تنزل درجة حرارتها عن صفر
كلفن او سالب 273 درجه مئويه. الدرجه دي بتتوقف عندها تقريبا حركه الالكترونات والجزيئات والذرات، هي الحركه اللي ممكن الماده تكتسبها او تفقدها، لان في حركه موجوده طبعا في الوقت ده، بس الحركه الموجوده لا يمكن فقدانها، ما ينفعش الماده تفقدها اكتر من كده. تمام؟ يبقى الكولد هو عباره عن فقدان الحراره. طيب يبقى احنا عندنا فيه حاجتين، حاجه اسمها هيت وحاجه اسمها كولد. بنعرفهم ازاي من بعض؟ هم يدين نفس الحاجه. لما الحاجه بتزيد الطاقه دي بتزيد انا بحسها على هيئه هيت، ولما الطاقه دي بتقل انا بحسها على هيئه كولد. لكن الاثنين اسمهم حراره. ما فيش حاجه اسمها درجه البروده، درجه حراره. هو درجه حراره انصهار الماء صفر. مع ان صفر دي بارده قوي بالنسبه لي. درجه حراره انصهار مش عارف ماده ايه؟ سالب 30، سالب 70. سالب 70 دي درجه بارده جدا بالنسبه لي، لكن انا بسمها درجه حراره مش درجه بروده. وبالتالي انا بقيس الحراره على هيئه حاجه اسمها درجه الحراره او التمبريتشر. تمبريتشر از ذا ميجر اوف افريج اماونت اوف كاينيتيك انرجي او ميكانيكال انرجي، اللي هي الطاقه الحركيه داخل الجزيئات. بوسيست باي ان انديفيديوال مولكيول اوف ذا بودي. يعني اللي هي النظريه الحراريه الحركيه للحراره، الحراره عباره عن حركه مدفونه داخل الجزيئات والذرات. وبالتالي temperature هذا يقول ان هي a measure of sensible heat of cold in a body. temperature is a measure of sensible heat, heat or cold. دي هي دي مش of or cold. temperature is expressed ممكن اعبر عنها يا اما بالسنتيجريد او بالفهرنهايت. في طبعا طريقتين لقياس الحراره، اما بالسنتيجريد او بايه؟ بالفهرنهايت. والاثنين اسمهم درجات حراره مش درجات بروده. البوزيتيف انرجي عندي هي الحراره، فقدان الحراره هو اللي بحسه على هيئه بروده. وبالتالي احنا عندنا النيوترال، درجه الحراره اللي انا بحسها نيوترال بالنسبه لي، اللي جسمي يحسها درجه حراره كويسه، اللي احنا بنسميها درجه حراره الغرفه، من 26.7 الى 33.3. الرقم ده نحفظه يا جماعه، مهم جدا الرقم ده. بس يعني درجه حراره نيوترال اللي هي اللي انا بحط فيها درجه حراره الغرفه اللي جسمي ما بيتضايقش منها، لا هي سخنة عليه ولا ساقعة عليه، هي درجة حرارة من 26.7 ل 33.3 بالايه؟ بالسنتجريد. بالفهرنهايت من 80 ل 92. ورم يعني دافية أو فترة اللي هي من 33.3 لغاية 36.7. هوت من 36.7 إلى 40. الإنسان بيحس جدا جدا بفروقات درجة الحرارة من 37 ل 40. انت لو عندك ابنك الصغير مثلا درجه حرارته 37.5 بتحس ان هو دافي شويه. هيبتدي ازاي؟ ده هي نص درجه. هل جسمك حساس لنص درجه؟ اه، في الرينج ده بيبقى حساس جدا. جسم الانسان يقدر يفرق بين درجه الحراره بشكل قوي جدا في الرينج بتاع الهوت اللي هو من 36.7 ل 40. اكتر من 40 اسمه كله فيري هوت. يعني الانسان مش هيفرق قوي بين 45 و50، من 50 و60. الاثنين بيحرقوه، فالاثنين بالنسبه له فيري هوت. لكن 36.7 من 37، من 37.5، من 38، من 40، تفرق عند فرق السماء من العمى. العكس بقى الكول. الكول تحت 26.7 اللي هي تحت الايه؟ لغايه 18.3 دي اسمها كول، يعني بارد بس مش متلج. من 12.8 ل 18.3 اسمها كولد، ابرد من ايه؟ من الكول. كول درجه بارده بس ايه؟ بارده عاديه يعني. يعني زي مثلا ميه الحنفيه مثلا في الشتاء مثلا او في فتره الربيع. لكن كولد ميه الثلاجه مثلا ابرد شويه. فيري كولد الميه بقى اللي فيها ثلج بقى، الميه المثلجه اللي هي ايه؟ من صفر ل 12. يبقى احنا عندنا من فيري كولد، كولد، كول، نيوترال، وورم، هوت، فيري هوت. انا جسمي بيبقى حساس جدا ويقدر يفرق جدا المناطق اللي حوالين درجه حرارته هو، اللي هي من 37 ل 40 ومن 37 ل 33 وتحديدا من 37 ل 40. نيجي بقى ايه هي الكريوثيرابي. الكريوثيرابي is application of cold to the body tissue after injury. This practice is an old as is as old as medicine itself. طريقه العلاج بالثلج دي طريقه قديمه من ايام يمكن قدماء المصريين. يعني من زمان جدا كانت ابلكيشن اوف ايس او ابلكيشن اوف كولد ووتر
دي طريقه ممتازه جدا وبتنفع مع حاجات كتير جدا، مع حاجات الحرق، مع حاجات الاسباز، مع حاجات التروما، بتنفع في حاجات كتير جدا. Now local cold application may be applied by the use of various forms of ice or frozen gel packs or by evaporation of volatile fluid from the skin. Often skin temperature is reduced to 10 degrees centigrade. ممكن ابرد السكن ازاي؟ يا اما ان احط له ايس تالك، او في حاجه اسمها فروزن جيل باكس، في جيلز كده بتتباع في السوق كده، حاجه اسمها ديب فريز جيل، دي مش عارف ايه، الحاجات دي بتبقى عباره عن جيل مجرد ما ابلاي هو لوحده بيمتص الحراره ويبرد الجسم. او ان انا ارش عليه حاجه فيها طيب كحول مثلا، فوده هيتبخر الكحول ويسحب الحراره فهيبرد السكن. تاثيرات الكولد على السكن، نمره واحد سيركيوليتوري ريسبونس. ذا انيشال سكن، طبعا احنا قلنا قبل كده الهيت بيعمل ايه؟ الهيت بيعمل فازو دايليتيشن، يبقى اتوقع هنا هيحصل ايه؟ فازو كونستكشن. تمام. ذا انيشال سكن رياكشن از تو كولينج از ان اتمبت تو بريزيرف هيت. الحراره بدات تبقى بارده قوي على السكن، طبيعي الجسم بيحاول يحافظ على حرارته عند درجه 37، لا الدم اللي طالع بره بيبرد بيسقع او فيعمل ايه؟ يحاول يحافظ على الحراره فيعمل له ايه؟ فيعمل فازو كونستريكشن، يقلل الدم اللي واصل للبريفري. This hemostatic response has the effect of cooling of the body part. يبقى احنا هنا ايه؟ انا بستخدم قصه الايه؟ الفازو كونستريكشن دي لو عندي مثلا نزيف، عندي مثلا اي مشكله حاده، بحط الايس بوقف النزيف او بقلله خالص. لكن اللي بيحصل ان افتر شورت بيريد اوف تايم بيحصل بقى ايه؟ بيحصل فاز دايليتيشن. ليه بقى؟ لانه حصل اسكيميا هنا في المنطقه دي. طبعا دي بعد مده يعني مش على طول بعدها. بيحصل فاز دايليتيشن فولوز ويز الترنيتنج بيريود اوف كونستريكشن اند دايليتيشن. يبقى بيحصل فاز كونستريكشن في الاول لغايه لما يدخل التيش ده في اسكيميا. دخل في اسكيميا يبعت للايه؟ للهارت، الحقني يا هارت انا عندي اسكيميا، او يتحقق لي بعت البريفه بايه بعت الهارت، الحق يا هارت الحته دي فيها اسكيميا، فيعمل له ايه؟ فازو دايليتيشن. بعد شويه يحصل فازو كونستريكشن مره ثانيه، يدخل في اسكيميا ثاني، يدخل في فازو دايليتيشن ثاني. دي اسمها هانتنج افكت، عمال ايه؟ ينط من كونستريكشن لدايليتيشن، كونستريكشن لدايليتيشن. يبقى دي اسمها ايه؟ دي اسمها لويس هانتنج رياكشن. الراجل اللي اكتشفها اسمه لويس، فاتسمت باسمه لويس هانتنج رياكشن. During the blood dilation, the arteriovenous anastomosis is closed, thus causing an increased blood flow through the capillaries. This is beneficial in treating of swelling and tissue damage. بيحصل حاجة مهمة جدا هنا، إنه تكرار نوبات أو موجات من الكونستريكشن and dilation بتؤدي بعد شوية إلى إنه الأرتيريوفينس أنستوموزيس بتقفل. هو الدم بيطلع من الأرتريز للفينز إزاي؟ يا إما بيعدي من أرتريز كابيلاريز، اي ارتريز ارتريول كابيلاريز فينيول فينز، يا اما ممكن في حاجات بتبقى شنط مباشره من الارتري للفين. لو عدى من الارتري للفين هنا انا ما استفدتش منه كتير، لان هو ما عداش على الكابيلاريز وما غذاش الايه التيشو. تكرار الكونستريكشن مع الدايركشن اللي بيحصله بيؤدي الى افلت الارتريو فينس انستموزس، فبجبر الدم انه يعدي كله في الكابيلاريز، ودي انا عايزه عشان يعالج لي السويلنج والتيشو دامج. ده اللي بيزود البلاد فلو للاريا اللي انا بعالجها. ده كل اسمه سيركيوليتري افكت. فيزيو ثيرابيوتيك يوز اوف سيركيوليتري افكت، ذا انيشيات فازو كونستريكشن از اوفن يوز تو ليميت ذا اكسترا بازيشن اوف بلاد، بتجي في حاله النزيف او الانجري يعني. انت ذا تيشوز فولوينج انجري زي سبورت انجري. لو حد مثلا بيلعب كوره واتعور مثلا في رجله، اول حاجه بيعملوها بيحطوا له ايس على رجله الحته اللي متعوره. ايس ثيرابي از ذن يوجوالي فولد باي سام فورمز اوف كومبريشن بانداج. The alternate degrees of vasoconstriction and the vasodilation affect the capillary blood flow, and it is across the capillary membrane that tissue fluid can be removed from the area and returned to the systemic circulation. Increased circulation allows more nutrient and repair substance into the damaged area. يبقى انا هنا بزود blood flow للاريا الدمجد، بزود الايه؟ النيوترينت فلو، وبزود برضه الويست برودكت ريموفال من المنطقه الانفليمد او اللي فيها انجري. Thus, ice therapy is very useful in removing the swelling and accelerating tissue repair.
زي مثلا الايس كيوبز مساج مي بي يوز تو اكسلريت ذا ريت اوف ريبيت اوف بريشر سورز اللي هي البيت سورز. يعني من ضمن علاجات البيت سورز ان انا بديها ايه ايس كيوب مكعبات ثلج واخليه يعمل له مساج على ايه الحته اللي فيها السورز. ذا ريديوس ميتابوليك ريت اوف كولد تيشو الاوز كولد ماسل تو كونتراكت ميني مور تايمز بيفور فاتيج. هنا انا عكس اللي فات عكس الانفراريد وعكس البرحمن انا بقلل الميتابوليك ريت وبالتالي اقدر اخلي المسل تعمل اكتساب كذا مره من غير ما احس بفاتيج. ده اول حاجه اسمها ايه سيركيولاتوري افكت بتاع ايه كل اللي احنا حكينا فيه ده اسمه سيركيولاتوري افكت اوف كول. نيورال ريسبونس ذا سكن كونتين برايمري ثيرمال ريسبتور فيها ثيرمال ريسبتور لايه للحراره والبروده. كولد ريسبتور ار سيفرال تايمز مور نيومنس ذان وورم ريسبتور وبالتالي منطقيا كده الانسان بيقدر يحس بالكول اكتر من من الهوت. The cold receptors respond by to cooling by sustained discharge of impulses the rate of which increased with further cooling. The rate of conduction in nerve fiber is mixed motor and sensory peripheral nerve is reduced by cooling. يبقى انا هنا بقلل الايه انتقال الاشارات في سواء motor or sensory فين بالكولينج. The first fiber affected by gradual cooling are the A fibers اللي هم myelinated and eventually at very low temperature in the B and the C اللي هم ايه affect. In practice motor nerve paralysis is never produced by ice. ان انا بقلل شوية من نشاط الفايبر سواء motor او sensory لكن عمري ما حوصل العيان الى paralysis. انا بريح المصل بقلل المصل بس لكن يستحيل ان اوصل معاه بالكولينج الى ان يدخل في باراليسيس. فده برضه انا مطمن ان انا هعالجه من مصل اسباز لكن عمري ما هدخله في مصل باراليسيس. اكسترا اكزاكتلي كولد ميكانيزم وين كولد از ابلايد ان ابروبريت واي تو ذا سكن ايس كان بي يوز تو انكريز ذا اكزاكتلي بايس اراوند ذا انتيريور هورن. يعني اي كان ده كومبايند وذ اذر فورمز اوف اكسايتيشن زي البراشنج او التابنج اند وذ ذا بيشنت ovulation this can often produce contraction of an inhibited muscle only with intact peripheral nerve supply. This effect can be used when muscles are inhibited postoperatively or in the in late stages of regeneration of a maxillary peripheral nerve. يعني ايه الكلام ده ال excitatory nerve cold mechanism بيقول هنا ان انا بزود الاكسايتيشن بتاعه الانتيري هورن سيل. يعني بالعربي كده بالبلدي كده بزود استجابه الانتيري هورن سيل اللي هي بتحرك المسل اصلا بزود استجابتها لاي مثير خارجي بخليها تبقى مور اكسايتاتوري مور ايه يعني مستعده اكتر او عندها الثريشولد بتاعها اقل للاكسايتيشن انها تحرك المسل. دي في حالات لو ايه لو عندي مشكله اصلا في الانرفيشن للمسل. ايه بقى استخدامات؟ يبقى احنا عندنا كام استخدام في الفكره عندنا؟ نمره واحد سيكريتوري ريسبونس، نمره اثنين نيورال ريسبونس. تمام؟ طبعا الاكتساتوري كولد دي تبع النيورال. يوز اوف ايس ثيرابي ريديوس بين وسباستيستي ومصل سباز وسويلنج وبروموت ريبيرنج اوف دامج وبروفايد اكتساتوري ستيمولاس تو انهبيتد مصل. يبقى احنا هنا ايه؟ من فهمنا الفيسيولوجيكال افكت بتاعتها اقدر استنتج الانديكيشنز اللي هم ايه بقى؟ بين سباستيستي ماسل سباز. ليه دول جايين منين؟ من قصه الايه؟ بتقلل البين لانها بتعمل ايه؟ بتقلل النيرف سنتري نيرف امبلس. بتقلل سباستيستي ماسل سباز لانها بتقلل درجه حراره بتقلل ميتابوليك ريت. بتقلل السويلنج لانها بتزود الفينس ريتيرن وبتزود الايه الكابيلاري بلاد فلو فبتعمل ويش وهوش للويست برودكتس. ريبيل للدمج تيشو نتيجه لانها بتقلل بتزود الوش للايه للويست برودكتس. بروفايد اكتيتاتوري ستيمولاس تو انهبيتد ماسل اللي قدامها شويه اللي هي ايه اكتيتاتوري كولد ميكانيزم انها بتزود قدره الانتيري هورن سيل على الاستجابه للمؤثرات الخارجيه. ريدكشن اوف بين Pain reduction is one of the major effects of ice application which has been used for many years. The probable mechanism
if that by stimulation of cold receptors impulses will be sent back which will pass into the posterior root of the spinal cord. These impulses arriving through the larger diameter nerve effectively block out any other pain impulses attempting to access the spinal cord. دي هنخدها بالتفصيل حاجة تانية بعد كده. حاجة اسمها الـ pain gate theory او الـ gate control theory اللي هي ايه بقى؟ البين بيعدي، ركزوا معايا في الحته دي، البين بيعدي في حاجه اسمها فايبر سي. فايبر سي دي بتبقى فايبرز نون مارينيتد وثين، وبالتالي الامبلس فيها تبقى ضعيفه وتبقى بطيئه. الباقي كل باقي السنسيشن هوت او كولد او بريكنج او اي احاسيس ثانيه، فايبريشن تاتش بريشر، كل حاجه ثانيه بتعدي في فايبرز A و B، بالذات فايبرز A. فايبرز A تبقى ثيك ماينيتد، وبالتالي تبقى قوه البلس فيها اقوى واسرع. لما تيجي للبرين البوستيري هورن سيل للسي ان اس، يعني طبعا من اول البوستيري هورن سيل من البوستيري روت اوف ذا سبينال كورد، بتجي له اشارتين من نفس المكان. انت صباعك الصغير عنده في بين وانت حطيت له كولد، فجات من نفس الصباع الصغير اشارتين، اشاره بالكولد واشاره بالبين. اشاره البين اسرع ولا اشاره الكولد اسرع؟ اشاره الكولد اسرع واقوى. فالمخ هيحس بمين فيهم؟ هيحس بالكولد وهيطنش خالص البين. تمام كده؟ فهمناها ولا لا؟ تمام. لما المدير جاله اثنين في نفس اللحظه خبطوا على الباب عنده، السكرتير ومراته، هيفتح لمين فيهم؟ مراته. سامعين ولا لا؟ مراته طبعا. لما طبعا ولا هيدرج مين؟ تمام كده؟ تمام تمام كده. مين الاهم؟ الاشاره الاقوى بتاعت مين؟ بتاعت الكولد. انا هنا بدي الكولد بيعدي في فايبرز اسرع واقوى في البلس بتاعتها، اسمها دي بين جيت ثيوري او جيت كنترول ثيوري. يبقى ميكانيزم اوف بين ريدكشن في الكولد هو البين جيت ثيوري. نركز قوي ان في اسئله كتير بتيجي على الميكانيزم اوف بين كنترول، كل حاجه من الحاجات اللي هناخدها لان هم زي بعض. فهنا الميكانيزم بتاعتنا اسمها بين كنترول ثيوري او بين جيت ثيوري. This reduces the pain temporarily for permanent pain relief. Positive physical therapy طبعا لازم اعمل بعد كده exercise stretching الحاجات دي عشان اعمل ايه؟ permanent relief of pain. لان كل هنا تاثيره بيبقى temporarily بس. Reduce elasticity. Elasticity is a pathological state of increased muscle tone resulting from damage of the upper motor neuron. The small anterior horn cell of, from the higher control the small anterior horn lead from extra vertebral system and fires spontaneously at increased. اللي بيحصل ايه بقى؟ الفاسيستي بتحصل ايه؟ هي عباره عن بخرج. الفرق بين السبازم والسباستيستي ايه الفرق بينهم؟ السبازم فيسيولوجي، المسل انيربيت كويسه، الابر كنترول كويس، لكن حصل السبازم نتيجه انه في مشكله في المسل تخليها اتنفذت شويه، ده بيها سبازم. يبقى انكريز تون او انكريز مسل تون نتيجه ان هي في عندها مشكله بره السي ان اس خالص. لكن السباستيستي دي مشكله نتيجه داخل السي ان اس. السي ان اس بيبعت انهبيتوري امبلسز من البرين فوق من الاكسترا بيراميدال سيستم او اللي هي 6 يعني، واكثر رغبه لغايه ايه؟ الانتيري هورن سيل، دي بتبقى اكسترا انهبيتور امباس، بتقلل الماسل تون. لو حصل كات في البيبانا كور مثلا فوق الليفل ده هيحصل اسباستيستي عليه. ليه اسباستيستي؟ لانه الانتيري هورن سيل بقت ريليز من ايه؟ من اكسترا بيراميدال كنترول سيستم. The net result of this is ultimately to increase tone in the extra fusel muscle fibers with hypertonic spastic state. ده الاسباستيستي. بقلل الاسباستيستي بايه؟ بان انا بقلل الحركه او البلس ريت داخل الفايبرز كلها نتيجه ان انا بحطها في كولد سيشن. لو انها مثلا نيورال افكت بتاع مين؟ بتاع الكولين، بيقلل الحركه، بيقلل البالس ريت في كل المسل في كل النيرف سواء سنتري او موتور. الاسباز ده نورمال ريسبونس تو انجري اور بين اند ات مانيفيستد ات ان انكريز ان مسل تون ان سبيسيفيك اريا وذ ذا ابارنت ايم اوف ليميتد موفمنت اند فيرست دامج. الاسباز هنا ده عباره عن فيسيولوجي، بيعملها جسم بيحصل امتى في مكان معين عشان يقلل تحريك المكان ده. انت عندك انجري حصل لك في رجلك في مكان عند الفوت، بيحصل اسباز عشان ما عرفش فوت كتير وبالتالي ما تجيبش انجري. لكن الاماونت اوف اسباز از اوفن اكسيدنج بيزيد تعاد اكتر باللازم وسستيند كونتراكشن اوف ذا مسل ويل ان تيرن ستارت تو بروديوس بين. والبين يعمل مور سبازم، والسبازم يعمل مور بين، ويدخل نفسي في حلقه مفرغه. فانا قاعد بكسر السبازم ده اللي هو اصلا فيسيولوجيكال ريسبونس. ده ريسبونس للانجري، انجري في السكن، في المسل، في سكرتينيس تيشو، هتقابل على الجوينت، لكن الانجري ده لم يصل الى مستوى النيرف او التي ان اس او حتى البريفرال نيرف سيستم. المسل انيبيتد، المسل هيلثي، لكنها بتريسبوند تو انجري في مكان ما، فبتحاول تليمت الحركه في المكان ده. لو السبازم ده لحد معين بيعمل بين، والبين يزود السبازم والسبازم يزود البين، فعلاقه الحلقه دي اخترتها ازاي؟ بالكولد ابلكيشن. The mechanism by which cold reduces spasticity and spasm are probably the reduced velocity of nerve conduction زي ما قلناها، أو the decreased sensitivity of receptors such as the muscle spindle، يا إما بيقلل ال sensitivity على مستوى ال receptors أو بيقلل السرعة داخل إيه؟ ال nerve fibers. تمام. دي مش مهمة، دي حاجة دي نراها دي إيه؟ دي صح يعني تفصيل القصة مش مهم نعرفها.
تكنيك فابريكيشن ام اي ستاول اي ستاك اكتب يعني فوتو كام ساعه اي ستاكس من اللي ما كده اميشن احط ايد عيان في التلج او في الميه اي سكوب مساج بعد التلج اكسبتري كولد او كويك ايس بعد حاجه جوه عجبا زي حركه زي تدور ميه ساعه او تلج ايس سبراي بخاخه او كولد جيل كونتر اندكيشن للايس كاردياك كونديشنز يعني عنده كاردياك بروبلم ما ياخدش ايس سايكولوجيكال يعني جدا بيخاف جدا من التلج او من البرد عموما وبتيجي الكونتر اندكيشن اوف ايس انكلود اول اوف ذا فولوينج اكسبت بحط الاربعه دول ومعهم واحد احتراق بريفرال نيرف انجري وبعتمد على ان البريفرال نيرف بيقلل اصلا الايه الفيلوسيتي والبالس ريت في مين البريفرال نيرف لو هي اصلا انجري ممكن انا موتها خالص فيروس بلاستيك ديزيز يعني عنده اي مشكله في الايه في الباستر سيستم بريفرال باستر ديزيز كولد سنسيتيفيتي يعني ممكن يبقى عنده كولد سنسيتيفيتي زي مين زي عيان ستريس مثلا عنده هنا مجرد ما بيتعرض للبرد بيحصل له ايه بيرد في هنا ما ينفعش اديله كولد انا كده بعمل له اندكشن اوف هنا كده خلصنا الايه البارافين والكولد او الايس